مرحبا برج العذراء، رح ننظر إلى الصعيد المهني، الصحي، العاطفي، القانوني، العملي، حتى أي جوانب أو رسائل خاصة تنتظركم الفترة القادمة. القراءة رح تكون حق الطالع الشمسي والقمري، الأولوية للشمسي. إذا لم يتطابق معك توجه نحو القمري الطالع إلى آخره. أول كرت 9 الأغصان، مشيت مشوار طويل، فما له داعي القلق، ما له داعي في آخر لحظة تفكر في الانسحاب، تفكر في أن تهدم كل اللي بنيته لحد هاي النقطة في حياتك. وإن كنت تعبت يا برج العذراء وصلت إلى 9، وإن كان عندك قلق فأن تهدم كل ما بنيته لحد الآن بداعي القلق، بداعي أنك لحد الآن ما وصلت مع الشخص اللي في بالك أو في الحياة العملية، في التجارة، في المهنة، إلى ما تريد، ولكنك شارفت على الوصول. هذه هي الرسالة الأولى لك. التزم. عندك كرت المأذون، كرت عقد الزواج. برج العذراء مطلوب منك جدا في الفترة القادمة أن تلتزم بالأمور اللي استثمرت فيها. لحد الآن أنت وضعت الكثير من الجهود في هذا الجانب، احتمال ممكن يكون جانب عملي، من أجل أن تتزوج شخص ما، من أجل أن تحصل على وظيفة، في بالك مشروع معين، دخل معين. أنت مشيت مشوار طويل، حرام أن تسمح لي القلق، الفزع، التفكير في المستقبل بكثرة هو اللي يسبب لك هاي النوع من التوتر. حرام أن تخليه يهدم عندك بناية، بناء استثمرت الكثير من الوقت والجهد فيه. لما نشوف كرت المأذون مطلوب منا أن نعيد تحديد معتقداتنا. هل إحنا فعلا لحد الآن نعتقد أن الشيء اللي في بالنا راح يتحقق، أو نعتقد أن هذا الشيء أصلا ما كان سيأتي إلينا يتحقق عشاننا أبدا؟ هني يقول لك ابحث في داخل نفسك. إذا أنت حتى لو وضعت كل الجهود المطلوبة ولكن في قرارات نفسك دائما تفكر أنك ما راح تنجح، ما راح توصل، تحبط نفسك داخليا، هذا هو السبب الأساسي، هذا هو المعتقد اللي قاعد يوقفك، يشكل عائقا أمامك من أن تصل إلى 10، تصل إلى اكتمال مرحلة معينة، تكون أيضا مستعد بعدها إلى المرحلة الجديدة. خلنا نشوف أكثر ونوضح الرسالة. ممكن تكون على الجانب العاطفي. إذا كانت على الجانب العاطفي وعندك كرت المأذون، هني يطالب منك أو المطلوب منك في التارو أن تعيد تقييم تصرفاتك الخاصة، معتقداتك بخصوص الشريك. أوكي، عندك كرت الزاهد، البحث عن النجمة. أوكي، كرت الزاهد موجود تحت كرت 9 الأغصان. هني يقول لك أنت وجدت ضالتك، أنت في مكانك الصحيح في الوقت الصحيح، أنت على الطريق الصحيح، فلا تتنازل الحين ولا تنسحب الحين ولا تعيد أو تشكك في نفسك الحين، مو بعد كل هاي المشوار اللي انت مشيته مع هذا الشخص او في هذه الوظيفة. نعم النمو فيها بطيء في هاي العلاقة، في ان تشوف نتائج او ثمار افعالك لحد الان هذا الجانب بطيء،
نعم التار يتفق معك ولا يغير الحقيقة. التار هني ما قاعد يجاملك عن الحقيقة، قاعد يوعيك ان انت اقتربت، في مرحلة اقتراب، وان كان بحذر، وان كان الامور تأخرت عنك، النتيجة لحد الان ما صارت، ولكن كأنما في شخص يضحك عليك هني، بس مو يضحك عليك يتشمت فيك، لا، في شخص عندما يعرف ان انت تريد ان تهدم ما بنيته، تهدم علاقة صلك، استثمرت فيها الكثير من الوقت والجهد، زواج معين، وظيفة معينة تريد ان تتركها لان ما لقيت على المدى القصير النتائج اللي تريدها، في شخص اكثر حكمة منك سيضحك عليك، راح يظهر لك ان انت شوي مستهتر، ما راح يتقبل اي جزء من كلامك لانه هو عنده نظرة العامة، النظرة العامة اللي هني موجودة في التارو هذا الشخص يمتلكها، هو صاحب خبرة في حياتك، راح يوعيك ان مو هذا هو الحل، اذا ما حصلت على شيء في حياتك هذا الشخص راح يقول لك يعني اذا ما صار اللي في بالك راح تنسحب يا برج العذراء، هذا هو الحل، راح ايضا يلقبك بالمنسحب، اشوفه يضحك عليك ويلقبك بالمنسحب. الغصن الاول، لانه هو يعرف والتارو يعرف، باقي انت تعرف يا برج العذراء ان ما تشتهي وما تستحق عشان تصل الى الغصن اللي باقي لك واحد وتخدم هاي العملية والمرحلة بنجاح موجود في الجهة الثانية، ولكن كأنما انت تفكيرك او الاتيتيود مالك، طريقة تفكيرك، ردات افعالك، الامور اللي تخبر فيها نفسك، التحبيط، زين، هو اللي قاعد يمنعك، وصلت الى التسعة قاعد يمنعك ان تصل وتضيف الواحد الى مجموعتك. هذا الشخص يدري وكأنما أيضا يضحك عليك، هني أشوفه في الصورة يضحك عليك لأن تريد أن تنسحب من شيء أنت سويته لنفسك، هذا كله من صنع يديك هذا البرج، أوكي، لكي تذهب وتبني مثل هذا البرج في مكان ثاني. هذا الشخص يرى أنك أنت برج العذراء صاحب نمط متكرر، دائما يرى أنماطك المتكررة، ان انت عندما تتعب تنسحب، ان انت عندما تتعب تفقد الامل، فهني كأنما يقول لك خذ وقت، خذ بريك، فترة راحة، فكر في الامور، مو شرط تقرر كل شيء الحين او بكرة، خلي الامور تهدأ، تعال كلمني بخصوص الاستقالة، بخصوص الانفصال، بخصوص الكلام اللي قاعد تبي تقوله عندما تهدأ يا برج العذراء، عندما تكون في الطاقة المستقرة، الطاقة الهادئة المتزنة اللي تعي ماذا تقول، تعي ماذا استثمرت فيه، تعي شنو راح تتخلى عنه لما تقول هذا الكلام، لأنه عارف ان انت الوحيد اللي قاعد كأنما تغلق على نفسك ان يأتيك الغصن الأخير عشان تكمل بناء هاي المرحلة. ممكن تكون علاقة، ممكن تكون وظيفة على الجانب العملي، تجارة، خذها بما يناسب حالتك. رح نرى على الجوانب الثانية إذا عندك أي رسالات. أول كارت ملك الأكواب، كريم في العطاء، ملك الأكواب ما يعبر عن مشاعره بالكلام كثر الأفعال، إذا أحبك سوى عشانك أو فعل عشانك، أوكي؟ أوكي، يقابل فارس السيوف، الفارس يريد كلام، يريد وصف للمشاعر، الفارس رح يتوجه تجاهك يا برج العذراء ويقول لك
ليش ما تقول لي أحبك؟ ليش ما تقول لي؟ ليش ما تعتذر؟ ليش ما تقول إنك اشتقت لي؟ ليش ما تقول؟ ما هي مشاعرك تجاهي؟ مشاعرك أنت واضحة في أفعالك، ولكن هذا الفارس لا يفهم لغة الأكواب أو الماء. إنزين؟ ولكن التحدث عن مشاعرك مرة أخرى يا برج العذراء رح يرجعك لطاقة الفزع، الخوف، القلق، كأنما أنت مرتاح أن تفعل كل شيء عشان الشخص اللي تحبه، أوكي؟ الشخص، الشريك الرومانسي اللي في حياتك، ولكن غير قادر على أن توصل حبك بالكلام. عندما يسألك عن الكلام أو يواجهك راح تفزع، تخاف، تقلق، تفكر أنه يريد احتمال أن يرتبط بشريك ثاني. ما أدري شلون أنت تحللها، ولكن هذا الشخص يريدك أنت. لما يواجهك بأشياء معينة، ليش أنت ما تقولي؟ ليش أنت ما تسوي لي؟ بدل ما تعالج الوضع نفسه راح تفكر تفكير خاطئ بأنه هو لا يريدك، أو تغير عليك، أو يريد أن يخرج من حياتك. راح تبالغ في تقدير الموضوع. ثمانية الأغصان، ولكن الموضوع سينحل بسرعة، كأنما أنت في علاقتك مع هاي الشخص لا مخرج منه إلا إليه. سبحان الله، مهما كانت في ظروف أنت على وشك الانفصال فيها، الخروج من العلاقة، أنت تكون مستعد، هو يكون مو مستعد. وقت اللي هو يكون مستعد أنت تكون مو مستعد. دائما واحد منكم تتبادلون الأدوار في أنه يتمسك بالعلاقة وقت الشخص الثاني اللي يريد أن ينسحب، ولكن الانسحاب ليس بسبب قلة الحب، الحب موجود وبعمق وبكثرة، الانسحاب بسبب القلق. دائما تسيئون فهم الطرف الثاني، أنت والشريك، أوكي؟ ولكن أخيرا وبرسالة غرام أو برسالة نصية بينك وبينه راح تهدأ الأمور في الفترة القادمة إن شاء الله. واحد منكم راح يعبر عن مشاعره بصراحة، بطلاقة، راح يجمع بين الأفعال والكلام. الشخص اللي يقوم بهذا الشيء هو اللي راح يحل هاي المشكلة اللي صايرة. سيناريو ثاني أيضا أشوف أن بعضكم عندكم اتهم تزورهم في المحكمة بشيء ما، أو حتى في الشرطة أو بين الأهل. في شخص اتهمكم زورا بشيء كبير، مثل السرقة، مثل الكذب، الخيانة، الاختلاس، في اتهام كبير موجود أو سيأتي في طريقكم. ولكن في شخص أو حليف غير متوقع، شاهد غير متوقع، شاهد شفشي حاجة هني موجود، أوكي؟ رح يكون إلى صفك، رح ينصر الحق هذا الشخص، وإن كان في السابق علاقته مش ولا بد معك، ولكن عندما يشوف أن أنت تحتاج إلى مساعدته سيهرع إلى مساعدتك، لأنه وإن كان مختلف معك يرى طيبتك، يرى أنك إنسان صادق، مستحيل تسوي أو تقوم بالفعل اللي راح يتهمونك فيه الأشخاص هذين، أوكي؟ ورح تحصل على النصر في نهاية الموضوع. عندك ثمانية الأغصان. بخلي الكارتات بسحب لكم كارت أخير تبع النصيحة. Love is all around. الحب في كل مكان، بالضبط في كل مكان. بينك وبين الشريك أحس بطاقة الحب في هاي القراءة. There is love everywhere. الحب موجود في كل مكان، مو بس بينك وبين الشريك، حتى بالأشخاص اللي أنت كنت تعتقد أن مختلفين معاك، مش عاجبهم، ولكن راح تكتشف قدرتهم على الحب لما يقومون بمساعدتك في الفترة القادمة. الحب موجود في كل مكان وفي كل الأوقات. Simply acknowledge this as truth. تقبل هذه الحقيقة. أوكي. ما أدري ليش بس أحس أن هني ملك الأكواب، مع أنه جدا محب للشريك، للأشخاص، لكل الناس اللي يلتقي فيهم،
ولكن دائما يحس أن هو لا يحب نفسه، هو ما عنده ثقة بنفسه، هو ما يهتم بنفسه. هذا الملك ما أدري ليش بس أحسه بهاي الطريقة. حان الوقت أن أنت تلتفت لجميع أنواع الحب اللي موجودة في حياتك، أوكي؟ وأيضا تعطي نفسك الحب قبل أي شخص ثاني، تكون محب تجاه نفسك، تقوم بالقرارات الصائبة من أجل نفسك يا برج العذراء. شكرا عزيزي برج العذراء، أتمنى لك كل التوفيق.